حيوانات تقدر تهزم الاسد بكل سهوله. الناس اللي بتعمل اكسبلور بجد بشكرهم. وطلب صغير ان الانستجرام هتلاقوه في البايو ومتابعتكم اتشرف بيها. واول حيوان هو فرس النهر. فرس النهر بيمتلك فك من اقوى الفكوك اللي في العالم. فكه ده يقدر يفتحه بزاويه 180 درجه. عنده نابين كل ناب فيهم بيصل الى نص متر، ولو عض الاسد عضه واحده هيقدر يخلص عليه. ثاني حيوان هو الجاموس الوحشي. والجاموس الوحشي بيمتلك جرون حاده عامله زي الخنجر بالظبط، فلو ضرب اي اسد بالجرون بتاعته الاسد هيريح. طبعا انت السؤال اللي بيجري في مخك دلوقتي، ازاي الاسد ملك الغابه وما قدرش يهزمهم؟ خليني اقول لك ان الحيوانات الاخرى ما بتفكرش تهاجم فرس النهر او الجاموس الوحشي، عشان هم عارفين ان هم هيتقتلوا. اما الاسد عنده شجاعه بتخليه يقدر يهاجم اي حيوان على وجه الارض. شجاعته ديت هي اللي مخليه ملك الغابه.